السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضع. تحياتي لكم جميعا وأشكر الجميع على المتابعة المستمرة والدعم. إذا كانت هذه أول مرة في القناة أتمنى منك الاشتراك. في البداية أحب أن أتمنى للجميع الصحة والعافية ودوام يعني حماية الله للجميع بإذن الله. الله يبعد عنكم الأمراض والشرور. أعيش أنا في المنطقة التي تعد الأسخن في أمريكا من ناحية تفشي مرض أو فيروس الكورونا، وقد وصل عدد الوفيات مؤخرا إلى حوالي 17 شخص، يعني طبعا رقم كبير رحمة الله عليهم، ماتوا متأثرين بهذا المرض. و يعني أشهد حاليا أنا بشكل مباشر شخصي تبعات حدوث مثل هذه الأوبئة في الدول. واحدة أحد هذه الأشياء مثلا عمليات الإغلاق لأماكن كثيرة، يعني مثلا أنا لم أحتاج إلى الدوام في مركز أو في المكتب من عدة أيام. الأسباب كثيرة، ولكن أهمها هو نوع من الوقاية حتى لا ينتشر المرض عن طريق هذه الأشياء. وطبعا كثير من الشركات موجودة في المنطقة قامت بحذت بهذا الطريقة، بنفس الطريقة، أنها سمحت للموظفين بعدم القدوم إلى المكاتب والعمل من المنازل. شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وتي موبل وشركات يعني كبرى موجودة، جوجل، فيسبوك، حتى الجامعات مثل جامعة واشنطن وجامعة سياتل وكلية بلفيو، يعني معظم المعاهد العليا قامت بإغلاق أبوابها والتحول إلى العمل عن طريق عن بعد عن طريق الإنترنت. فالجميع يقوم بهذه الاجتماعات الافتراضية يعني فيرتشوال، والعمل بالفعل يعني كل واحد يقوم بعمله ولكن بدون أن يذهب إلى المكاتب. وطبعا هذه فكرة التليكوميوت موجودة من زمان، يعني من الثمانينات بدأت فكرة أن بعض العاملين يكونون بعيدين عن المركز الرئيسي. لها مزايا كثيرة في تقليل التكلفة على الشركات، خصوصا أن عندما لا تحتاج الشركة إلى عمل مكاتب كثيرة وما يلزم من ذلك من كهرباء وماء وتأمينات وكل شيء. يعني الموظف يكلف في حالة وجود هذه المكاتب، ولكن إذا كان الموظف هذا يعمل من بيته فهذه الأشياء كلها لا تحتاجها، بالإضافة إلى أن هذا الموظف لا يحتاج إلى رحلة القدوم إلى العمل. يعني مثلا في معظم الدول العربية يقوم الناس عادة بالسكن قريب من أماكن عملهم، ولكن في معظم دول العالم لا يحدث هذا الشيء. الناس تسكن أحيانا في أماكن بعيدة جدا عن أعمالها، وبسبب مثلا منطقة العمل تكون في الداونتاون، المنطقة المكتظة جدا هذه وسط المدينة، وفعليا السكن هناك مكلف بشكل كبير جدا وخصوصا العائلات. ف يسكنون عادة في الضواحي ويقومون بالسفر أو تسمى يعني شبه سفر يعني إلى أماكن عملهم بشكل يومي. منهم من يأتي مسافات 70 و80 و100 ميل، يعني 160 كيلومتر مسافة ويعودها يوميا. طبعا إذا كانت المواصلات متوفرة ومتاحة يكون هذا الشيء ممكن. لهذا هناك يعني تركيز شديد جدا على أن تكون المواصلات دقيقة حتى يستطيع العامل أن يصل إلى عمله، على أن يكون على رأس عمله في الوقت الصحيح حسب المواعيد. لهذا تجد الغرب يعتني بالمواعيد بشكل كبير جدا. احتمال هذا كان يعني له علاقة. على العموم هذه عملية التليكوميوت اللي هي الناس التي تعمل عن بعد، يعني تقوم بتقليل التعامل مع الأمراض والتعامل مع طريق الانتشار. وطبعا هذا ليس موجود في كل الدول، يعني أنا سمعت مثلا الإمارات من الدول التي تسمح بهذا العمل عن بعد والدراسة عن بعد، لأن البنية التحتية الكاملة لها لهذا الشيء موجودة وتسمح. بعض الدول العربية الأخرى قد تسمح أيضا البنية التحتية الخاصة فيها أن تقوم بهذه الأعمال، ولكن هذا ليس متاح في كل مكان، بالإضافة إلى أن هذه البنية التحتية نفسها تحتاج إلى صيانة، وينبغي أن يكون هناك مثلا طواقم كاملة متخصصة في عمليات ما أصبحت يعني الأشياء التي كانت في يوم الأيام تعد كماليات هي من الأساسيات وتحتاج أن تكون أن يتم التعامل معها كطوارئ في حالة حدوث أي طارئ لها. مثلا إذا الإنترنت قطع أو ما إلى ذلك يصبح الناس غير قادرين على العمل، وبالتالي هناك تعطل للعجلة الاقتصادية.
speaking of بمناسبة ذكر العجلة الاقتصادية، نشعر أيضا وأنا لأنني في قلب الحدث، نشعر أيضا بأن هذه العجلة الاقتصادية في تحت يعني حاليا تعاني من نوع من التباطؤ بسبب أن الناس يخافون من أن يصيبهم شيء، يصيبهم طارئ مثلا بالذهاب إلى الأعمال أو فتح الأعمال التي لها علاقة مع الناس بشكل مباشر، والموظفين في هذه الوظائف في حالة خوف، ولهذا هناك هلع كبير يعني منتشر حاليا يعني يشعر فيه الإنسان، هو غير ظاهر ولكنه موجود، من محاولة الناس لكنس المواد المنظفة مثلا، المعقمات لليدين، الكمامات الصحية، هذه الأشياء. أنا يعني لم أشعر بهذا النوع من التوتر في الجو يمكن من زمان، يمكن من أيام حرب الكويت، عندما كان هناك فعلا تشعر أن هناك توتر في الجو واحتمال ومستقبل غير مضمون أو غير معروف. لكن طبعا الحمد لله الإنسان المؤمن لا يخاف من هذه الأشياء، لأنه يعني ما يعني لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني هذا الشيء لا يعني لا يسمح لنا أن نكون عندنا نوع من الطمأنينة التي قد يحرم منها الكثيرون وخصوصا الذين لا يؤمنون بشيء. فالحمد لله طبعا على ذلك، مجرد تعليجة سريعة على هذا الأمر. فيشعر الإنسان بهذا النوع من التوتر، المحلات التجارية معظم الرفوف للمأكولات ذات طويلة الأمد تقريبا منتهي، يعني لن تجد مثلا المعلبات وهذه عليها ضغط شديد، مواد التنظيف تقريبا منتهية خصوصا منظفات الأيدي وهذه الأشياء، ما يمكن الإنسان أن يصنعها بنفسه على فكرة. في نوع من التوتر، يعني التوتر موجود وهناك خوف من القادم بشكل أكبر. طبعا هناك طبعا للأسف أو بلاش للأسف، قد هولت السينما من الذي قد يحدث في مثل هذه الحالات، ولكن بصراحة أنا ما أراه هو أنه استطاعوا بشكل دقيق أحيانا أن يصفوا ماذا يحدث في مثل هذه الحالات، وهذا الشيء وارد أن خلال هذه الأوبئة وانتشارها يحدث كذا وطريقة تنتشر بالطريقة كذا، وهذه طريقة الانتشار الحالية، يعني أتوقع أني رأيتها بعدة أفلام في الماضي وكانت يعني دقيقة جدا، وتحولت من الرواية المعززة بالحقائق العلمية التي نراها حولنا إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة التي يمكننا أن نبرهن عليها ونرشد إليها وننصح الناس باجتنابها. فعلى العموم نتمنى للجميع السلامة والأمان، أتمنى لكم أن تبقوا يعني بصحة جيدة، تذكروا النصائح المفيدة، عدم الاختلاط الشديد، غسل اليد والأيادي ومحاولة عدم لمس الوجه بشكل مستمر، يعني أن يكون لديك مخزون قليل من الأشياء الأساسية في حالة حدوث أي طارئ، ليس بالضرورة أن يكون مرض، يعني هذا هو الوقت المناسب لهذا الشيء، وتجنب طبعا كما قلت الأماكن المزدحمة والمكتظة بالناس، كثير من الفعاليات قد تم إلغائها تماما، من مؤتمرات إلى حفلات إلى يعني أشياء كثيرة. لهذا السبب ينبغي للجميع الحذر ومحاولة الحد من انتشار هذه الأوبئة ابتداء بنفسك، وحتى لا تأتي بهذا المرض إلى بيتك، فكن أنت على يعني وعي بالذي يحدث حولك، وحاول أن تتجنب أن تكون من الضحايا. أتمنى لكم السلامة إن شاء الله، وأتمنى للجميع الخير، وإن شاء الله نراكم في فيديو قادم. سلام.